الخبر الأول اللي عدنا عن سامر جيرماني وتهجمه على ابن سوري. طبعا ما يعرف من هو سامر جيرماني، صراحة أنا ما أعرفه، ولكن حسب ما سمعت إنه يوتيوبر عراق ويسوي مقالب بالناس. المهم سامر جيرماني نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي كان كاتب فيه شو رأيكم نربي هالحيوان، وكان حاط صورة ابن سوريا. صراحة ما أدري ليش هو كتب هذا الشيء وشنو دخله بقصة المعركة يعني، وليش تدخل بيها من الأساس. المهم يعرف من هو يكتب لنا بالكومنتات وبس، والله اكتبوا لنا شو رأيكم بهذا الخبر. الخبر الثاني اللي عدنا عن علي المرجاني وتهجمه على ابن سوريا. الله يعينك ابن سوريا، الكل صار ضدك. علي المرجاني نزل على قناته مقطع يتهجم بيه على ابن سوريا، انه ليش مقطع 30 دقيقه البث مالته اللي كان يرد بيه على البياتي. بس تعرفون وين المشكله؟ انه مقطع علي المرجاني تقريبا 50 دقيقه ويرد بيه على قصه اساسا هو ما له علاقه بيها. الخبر الثالث والاخير اللي عدنا عن بيسان، واللي نزلت بحسابها بالانستغرام خلف الكواليس الفيديو كليب مالتها الجديد. فيب مثل ما شايفين خلف الكواليس كانت بملعب، راح احط لكم حاليا الستوريات على مود تشوفوها يعني. اجينا نصور كمان هون بهذا المكان، شوفوا البنات شو لابسين. هاي مو بومرينج، فعملنا صور كثير حلوه هون، عملنا الفيديو كليب الثاني هون، وفي شيء كثير حلو جاي بس هيك. يلا باي. صحيح خلصنا؟ يلا. لا ما خلصنا، بعد عنا ثلاث احلام. طيب يلا. وبس والله هنا وصلنا نهاية المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة. المقطع شوية قصير، اسف على هذا الشيء، بس كانكم فيزين، مع السلامة.